في كل مجتمع متحضر هناك المنبوذ. منذ الصغر يجد المنبوذ صعوبة في الاندماج، وأحياناً يشعر أنه لا وجود له. شكراً. وكثيراً ما يصعب عليه العثور على صديق. لكن رغم كل هذا، لا زال المنبوذ يحاول تكوين علاقات. شيء يقترب. ماذا؟ ما هذا الشيء؟ تحية من عالم الجنازير. يا للحول. ما الجنزير؟ نطلب شرف صداقتكم. كيف حالك بي؟ مرحبا بالجنازير. وانظروا لما وجدت. وهذا غريب ومريب. أنتم معي؟ انتصارهم على الخجل يعجبني. لم تتحرى عنه جيدا. إن رأيك لا يهمنا. لم تقولي إنها جزيرة لعزل المخابيل. يسرقون البيض. أبحروا لجزيرة الجنازير. كيف نتصرف الآن؟ هل تسألني أنا؟ لقد حذرتنا لكن لم نستمع. سنستعيدهم. هيا، نحن طيور، أجدادنا ديناصورات، يفترض فينا الشراسة. صحيح. مالي. لقد واضح الأمر. مستعد؟ أنا سأفتقدك بعدما تموت. فلتركض في سلام يا صديق. توقفوا عن الطعام، تحركوا للأمام. ولا أظن أني غاضب الوحيد. هاكم يا مقانب. مدرسة كتمان الغضب تحولت لقنبلة. عبرت. حراس، طائر أحمر اخترق حوائطنا، أحضروه لي. ليس داخل هذه الجدران في القلعة. يا للغباء. مندفع. مررت